فرضية الصيام الله جل وعلا جعل الأركان الأربعة أركانا تعبدية، فجعل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت الزكاة معلقة بالمال وبما أوجب الله جل وعلا الزكاة فيه من الأموال الزكوية، وجعل الحج معلقا بمكان، وليطوفوا بالبيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق، ولله على الناس حج البيت، وجعل صيام رمضان متعلقا بشهر دون غيره من الشهور. نعم تصح صيام غيره نافلة وفق أحكام معروفة، لكن الشهر الذي تعبد الله جل وعلا المسلمين في بصيامه هو شهر رمضان. هل كان من قبلنا يصوم رمضان؟ قطعا كانوا يصومون. يا أيها الذين آمنوا نداء كرامة، كتب عليكم، أي فرض، كتب عليكم ماذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون. لكن هنا إخبار بأننا اشتركنا مع غيرنا من الأمم في فرضية الصيام، لكن ليس فيه إخبار أن الله اختار لهم رمضان أن يصوموا فيه، فقد يكون يصومون بعضه أو كله أو يصومون غيره، كل ذلك وارد، ليس لدينا أثارة من علم تخبرنا بهذا. ثم أخبر جل وعلا أن الذي تعبدنا الله جل وعلا بصيامه شهر رمضان، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى الآن لم يأتي الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعلى الصحيح أن قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لم يكن أول ما فرض صيام رمضان، بل الذي يظهر ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عاشوراء، ثم وكان هذا لليلتين مضى خلتا من شهر شعبان للسنة الثانية من الهجرة، كان يوم اثنين. من بعد ذلك جاء الأمر بصيام شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الصوم في اللغة هو الإمساك، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل لأن الناس لا تكاد تجهله، لأن لو قلنا لفلان من الناس اليوم صم لا يجهل كيف يصوم، لا يجهل كيف يصوم. ومن أعظم المعضلات توضيح الواضحات، فالإنسان تعبده الله جل وعلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أن يمسك عن المفطرات، فيصبح بذلك صائما، على أنه لا بد له أن ينوي في صيام الفرض النية، سواء كانت نية عامة قبل دخول الشهر فينوي في نفسه أنه يعزم على صيام شهر رمضان، أو أن يبيت كل ليلة بصيامها. هذا الأصل. هذا الصيام الذي تعبدنا الله جل وعلا به له أحكام سنتكلم عنها إجمالا لا تفصيلا. من باب الإجمال أن يقال المخاطبون بالصيام أو فرضية الصيام ممكن أن تقع على الأحوال التالية: قوم غير مخاطبين به ولو وقع منهم لا يقبل، مثل الكافر والمجنون، فالكافر لا يقبل منه مع كفره عمل، والمجنون رفع عنه القلم ولا يعي ما يصنع فخرج من هذا الأمر. بقي المسلم والمسلمة، هؤلاء يختلفون على أحوال عدة. فمثلا المسلم العاقل البالغ الذي لا يتعلق به مانع، فهذا يجب عليه الصيام. كل مسلم ومسلمة بالغ وعاقل ولا يوجد لديه مانع، مانع مثل أن تكون المرأة حائض أو نفساء، أو مانع يبيح له أن يفطر كالمرأة. يعني لا يلزم به كالمريض والمسافر. فمانع الحائض والنفساء يمنع أن يصوم، لو صام ما قبل، لكن المريض والمسافر لو صام قبل، هذا الاختلاف. نعم. لكن الأول هذا الذي فرض الله جل وعلا عليه الصيام وهو كل مسلم بالغ عاقل لا يتعلق به مانع، يجب عليه أن يصوم وليعلم أنه يأتي ركنا عظيما. هنا ينبغي أن يعلم ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله، قال وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والانحلال. لا يسع مسلم ولا مسلمة البتة أن يدخل عليه رمضان ويناط به التكليف فهو بالغ عاقل لا يتعلق به مانع، ليست امرأة حائضا ولا نفساء ولا رجلا مريضا ولا مسافرا، أي لا يوجد عذر، ليس له عذر، ومع ذلك عياذا بالله يتوخى الإفطار عمدا، هذا شر من الزاني ومن مدمن الخمر. الحالة الثانية الصبيان أطفال المسلمين ما دون سن التمييز لا يتعلق بهم شيء، ما بعد سن التمييز
يختلف القوى والقدرات، فهم غير مكلفين، لكن يحسن بولي أمرهم والقائم على شؤونهم أن يهذبهم ويعلمهم كيف يصوموا ولو بعضا من الشهر. الحائض والنفساء ليست مطالبين بالصوم حال تلبسهما بالحيض والنفاس، لكنهما يلزمهما القضاء، يلزمهما القضاء متى ما طهرتا. فإذا طهرتا صامتا ما تبقى من الشهر، وبعد ذلك يلزمهما القضاء. آخرون هو المسافر والمريض فهذا لا يلزمه الصيام لأن لديه عذر، لكنه لو صامه لصح صيامه. فإن أفطر لسفر أو مرض لزمه القضاء. يبقى حال الشيخ الكبير في السن أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يرجى برء مرضه، فهؤلاء لا يلزمون بالصيام، يفطرون لكن لا يطالبون بالقضاء، يطالبون بالفدية، لا يطالبون بالقضاء مثل حال المسافر والمريض الذي يرجى برؤه، وإنما يطالبون بالفدية. يطالبون بالفدية. هذه جملة أحكام الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل إذا كان الأمر ليلا بقاء الليل، والأصل إذا كان الأمر نهارا بقاء النهار. فلا ينقطع عن ترك الطعام والشراب في الليل حتى يتبين له الفجر، ولا يترك الصيام ويبدأ في الإفطار حتى يتيقن من غروب الشمس. قال ربنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا إجمالا عن قضية ما يتعلق بأحكام.